بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه، دفن الحقيقه بالنقر على الحلل. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه، الحلقه التي تحمل الرقم 809 يبداها المهندس عدلي بالطرق على الحلل. خير في مثل يعني حاجه كده زي بوص العصفوره. ايوه بس هي بتعملها ازاي بقى؟ في مثل بيقول لك الوعاء الاجف فيه يحدث ضجيج، فالنار على الحل الفاضيه يعمل هيصه طبعا، فالناس ما تاخدش بالها من اللي بيحصل هنا. تكون هي دي هنا الحقيقه اللي المفروض الناس يلتفتوا اليه. واصبح هذا اسلوب خلاص فهمناه كلنا، اسلوب رائع جدا لابتلاع الازمات. كل ما تجيلي ازمه اخلق هيصه في حتة تانية، بالنقر في الحلل في حتة تانية، تختفي الحقائق. ويعني وإلا الدين عقلك، إيه مشكلة المنشطات اللي بيفجرها صاحب الشأن؟ يعني تيجي في عقل مين دي؟ يعني أنت كل الناس دلوقتي، أنت عندك فخرة في الحتة دي؟ مش عايزين التفاصيل، لأن دي فيها تفاصيل غريبة جدا. لما وصلنا للحقائق من خلال استعراض استغربنا. ده انت تبلغ على نفسك. صحيح. هو يا جماعه ما يخص الاهلي، لانه فجاه كده تلاقي الاهلي مدخلينه في جمله. ايوه. والكابتن الخطيب مدخلينه في جمله. ايوه. وافتعال ازمه والاهلي ماشي في سكه لوحده. فناس كتيره قوي بتسال، لا طب هو الاهلي بيرد؟ لا ما بيردش. الاهلي بيتخانق؟ لا ما بيتخانقش. كابتن الخطيب عمل حاجه؟ لا ما عملش حاجه. امال ايه المناسبه؟ هي المناسبه التخبيط في الحلل. ايوه. اللي المهندس عدلي قال عليه، هو الناس متعهده انه تسير ازمات جانبيه. دي مثل تاني غريب، علشان ترفع الضغط على لاعبتها وعلى فرقتها ومحدش يجيب سيرتها. اديك مثل، فاشغل الناس بحاجه تانيه، نقرا على حله تانيه. يطلع عبقري زمان ويقول لك ايه، تعقبوا موضوع ايقاف سافيو. يا اصحاب المصالح، يا نادي كذا ونادي كذا ونادي. ده الراجل ده موقوف وهتاخده الماتشات، اللي هو شايف العصفوره غطى على ايه بقى ده؟ ايوه. ايه المشكله بيغطي عليها؟ الجزيري. الجزيري. فما هو انت ممنوع من التسجيل، في حكم صدر قد يعني انا كان نفسي بس يعني احنا اشدنا بمهنيه هاني حتحوت. ايوه. لما راح يستفسر من نادي اللي هو في تونس، علشان المغرب في نادي المغرب، الرجاء، انت ليه ما يعني عايزين تشاركوا وشاركوا ايه وبتاع، اتبع المهنيه في الاسئله، لكن اصار من اصحاب الشأن. كان ينبغي ان يروح يجيب بقى حد من النادي الافريقي او حد من اللي بيلعبوا في افريقيا عشان يقولوا الموضوع ده اثر عليهم ولا ما اثرش عليهم، او حد من الاتحاد المصري يقول لنا الليله دي ايه. او هتكتشف ان دايما في مشاكل بيتغطى عليها بمشاكل، في حل مكفيه على حاجه تانية. ايوه، ينقر في حل مكفيه على حاجه تانية. فاصبح يعني طب الكلام ده يا جماعه اهميته لجمهور الاهلي، بالذات جمهور الاهلي على السوشيال ميديا، لانه احنا بنلاقي كتير من الحاجات دي الناس فعلا بتستجيب ليها وبتنشغل بيها وبتعمل منها قضايا ورد وعايزين نرد، في حين ان الحل مكفيه على حاجه تانية. لا ده انا عايز هو قصده يكفي الحل على حاجه بحيث ما تشوفش. بالنسبه لجزء يتصور انه جمهور الاهلي، في مواقع معموله عشان تدافع عن النادي الاهلي، لكن تبص تلاقي الادمن بيسمح او بيسرب حاجات في النص لا يمكن ان تصدر من جمهور النادي الاهلي. كلها تشكيك وكلها تسخيف وكلها تبسيط وكلها تهوين وكلها تهويل في كل حاجة بتحصل النادي الاهلي. تجيب لعيب من بره يقول لك ايه، هو ده اللي قدرت عليه وغالي ومش غالي. يجي انتوا جبتوا لنا لعيب مصاب بقى، تقوم انت تيجي تقول ايه، طب ما نشوف الاصابة وناخده عارم نية البيع. فشل الصفقة. كل حل تاخده يطلع لك يزق فيه. والحقيقة انا اللي عاجبني ان اللي تنبه لهذا الامر هم جماهير الاهلي. صحيح. بيردوا على بعضيهم. يا جماعة في ايه؟ هم اصبحوا بيندهشوا. تجيب صفقة يقول لك انت رايح تجيب لي مش عارف ايه، وانت ايه
ده في حد كاتب بيقول لك الاهلي لم يحقق 90% من الصفقات المطلوبه. وكأن الصفقات دلوقتي من وجهه نظر الكاتب انها تشكل البطوله. كأن الصفقات مش وسيله وهي غايه. ضمانه بطوله. انت بتروح بتجيب في الحتت اللي انت عايزها، في استكمال، في استكمال، وعلى فكره مش نتيجه الضغط على الاداره، الاداره دي خطط ماشيه. ايوه. وخطط، والسنه اللي فاتت اللي بيقول لك فك الكيس مش فك الكيس، ده انت جبت بوليو من هنا ب 2 مليون دولار بناء على طلب مدرب، وجبت باجي بناء على طلب كوتش، وهم لعيبه كانوا موفقين جدا، يعني السي في بتاعهم انت متابع السي في بتاعهم قوي جدا، وباجي بالذات لما مشي كسر الدنيا بره، وفي ناس تانية بتقول لك ما ترجعوه. يعني انت لو مشيت مع اللي بيتقال مش هتخلص، وده حق الناس، بس حق الناس اللي هي ما عندهاش يعني مش مزقوقه، لكن حق الناس انها تتكلم في الكوره وتقول رايها، لكن هذا حق غير ملزم، لان الاداره لو مشيت بالطريقه دي كل يوم هتاخد قرار عكس التاني. صحيح. كل يوم هتاخد قرار عكس التاني. ده كلام مهم جدا، لكن هذه الحلقه تلك ابرز عناوينها. مقالي ومقاله، الكذب على عظم التربه، الغربال، المنشطات، وعلاقات الكبار، وبعظمة لسانه صفقات على طريق البطولات، والشموع الحمراء مصطفى بيك أمين، وأسرار الملك عن سعيد جيرمان، واخيرا مجلتنا من 40 سنة. طيب، النهاردة الاهلي استأنف تدريباته بعد يومين اجازة من فترة طويلة. مستر مارسيل كولر مداش الفريق يومين راحة، خدهم امبارح واول امبارح، وبدأ النهاردة التمرين الصبح. تمرين كان مهم جدا، وكان مختلف عن بقية الايام لانه فيه وجوه جديدة. طبعا طاهر محمد طاهر اللي راجع من الاصابة الحمد لله شارك في التمرين، لكن كمان مع طاهر ظهر النجمين الجديدين او النجمان الجديدان. خلي محمد بالك. الضاوي، محمد الضاوي كريستو النجم التونسي نجم الاهلي الجديد، وايضا خالد عبد الفتاح الظهير الايمن القادم من سموحه. مبروك. يعني مبروك بحكم الروتين. لكن مبروك الموضوعيه بعد ما يبقى لهم الدور اللي متوقعينه باذن الله. وما زال الامر مستمر. يعني شايفين بيرسي تاو كمان في تدريبات التاهيل في ختامه، يمكن لمس كره على خفيف، ما يبشر انه ان شاء الله ما قدموش فتره طويله ويرجع للفرقه ان شاء الله. بس ربنا يحفظ الاصابات بقى. يعني نتمنى من الله يعدي شهر كده. ايوه، الشهر الجاي مهم جدا في حاجات كتير يا استاذ ابراهيم. الفريق بيواصل تدريباته بكره وبعده استعدادا لمباراه الخميس اللي هتبقى مع المصري في استاد الجيش في برج العرب في الاسبوع ال 13 للدوري. مستر كولر هيواصل التدريب ويختار بناء على تمريره الاربع ان شاء الله. ده جانب من التمرين النهارده. هيختتم به التدريبات على الاربع باذن الله، يدخل المعسكر في الإسكندرية للمبيت بيها ليلة المباراة يا باشمهندس. نتمنى التوفيق في، زي ما قلت لك، الشهر اللي جاي ده لحد نص شهر فبراير. هيحدد ملامح حاجات كتير جدا. لو الأهلي وفق في إنه يستكمل سلسلة انتصاراته يبقى بإذن الله نطمئن على الموسم بإذن الله. طيب، النادي الاهلي تلقى الاختيار من الاتحاد الدولي لكره القدم من اداره المسابقات بخصوص قائمه الفريق لبطوله كاس العالم ان شاء الله للانديه اللي هتكون في المغرب اول فبراير. 1 فبراير الاهلي هيواجه فيها اوكلاند سيتي ان شاء الله. اداره المسابقات بالفيفا بتبلغ النادي انه بيتم قيد 35 لاعب، يجب بينهم 4 حراس مرمى بيتسجلوا على سيستم الفيفا بحلول النهارده 9 يناير. النادي بيسجل
ال 35 لاعب. يجب تأكيد القائمة المؤقتة للاعبين من قبل الاتحاد العضوي يعني الاتحاد المصري برسالة بريد إلكتروني يوم 13 يناير، يعني كمان يوم 13 يناير الاتحاد المصري يبعت ايميل للاتحاد الدولي يعمل كونفيرم او تأكيد على قائمة الاهلي ان العناصر المتسجلة فيها معتمدة مسجلة في قائمة النادي في الاتحاد. طبعا تقديم القائمة النهائية هيبقى فيها 23 لاعب. دي هتبقى امتى؟ هتبقى 30 يناير، يعني انت بتسجل الاول 35 هتختار منهم 23 لاعب في موعد غايته 30 يناير قبل البطولة على طول بيوم. حتى الآن قائمة الأهلي فيها مين؟ فيها الشناوي وعلي لطفي، طبعا عندك مصطفى شوبير وحمزة علاء في خط دول الناشئين. بقية العناصر اللي موجودة طبعا موجودة الأساسي بالإضافة الكبار، هيتم قيدهم محمد هاني ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد مغربي وعلي معلول وأليو ديانج والسولية وحمد فتحي وحسين الشحات وطاهر وبرستاو وقفشة وسافيو وأحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح ومحمد شريف وشاد حسين، وفي تحت السن مصطفى سعد وحمزة علاء ومحمد أشرف ورأفت خليل وميدو نبيل وأحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو، دول تحت السن. الباب هيفضل مفتوح لضم أي صفقات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، وطبعا المهندس عدلي أكيد مش هقدر لا أناوشه ولا عكسه ولا أقول له هيجي مين ولا هيروح مين. طبعا هو دلوقتي عامل إنه مش سامعني خالص، واخد يعني بيكتب بالقلم، وأول ما تيجي سيرة الصفقات ومين اللي جاي يطلع من بينها ويبعد عني. هو عارف كل حاجه بس مش راضي يقول لكم. لا طبعا انا بص يا استاذ ابراهيم، الخبر والحدث يحدث عندما يحدث. صحيح. طيب ريكاردو سواريش المدير الفني السابق للنادي الاهلي، الراجل قعد شهرين اتنين مع النادي الاهلي، لكن شهرين كانوا كفيلين انه في بلده بالاضافه لتجربته اللي كانت مع النادي البرتغالي قبل كده يكون فريق جيلف سانتي البرتغالي، يكون ريكاردو سواريش مدرب العام في البرتغال. اختاروه مدرب عام 2022 في البرتغال، والراجل عمل رسالة الحقيقة شكر فيها النادي الأهلي وقال إن ده قال على حسابه الشخصي فخر كبير بالحصول على جائزة مدرب العام، هذه التي قدمها سي ام فيلي جارانس أرضي العزيزة، هذه الجائزة هي نتيجة عمل جماعي مؤهل للغاية. شكر خاص لجيلف سنتي اللي هو النادي اللي كان بيدربه والأهلي اللذين لولاهما لما كان من الممكن الحصول على هذه الجائزة. شوف أنا أقول لك حاجة. ليها معنى جدا. يعني كان الناس متحسبة، الله هو الراجل ده بعد ما جبناه وهو مدرب واعد من البرتغال وقضى 6 أشهر ومشي، مش هيؤثر على مسيرته كمدرب؟ النادي الاهلي مجرد ما يختار مدرب حتى لو كان في البرتغال بياخد درجات بيعلى. عايز دليل تاني؟ مانو جوزيه لم يختار مدرب العام في البرتغال الا من خلال النادي الاهلي. لا اكتر من كده بقى، باسيرو لما جه الاهلي راح بورتو. طب الراجل الطيب ده اللي جالنا 6 أشهر ومشي، ده شهرين ولا نص دور يعني. ورغم كده عمليه وجوده في النادي الاهلي حتى لو لم تستكمل كانت كفيله ان تديله ابناط يجعله مدرب العام الواعد. طيب ده في الكوره، لكن في الباسكت كمان النهارده رجال سله الاهلي فازوا على سموحه 81-59. الاهلي كمان في الكرة الطايرة، بكرة الأهلي هيواجه الزمالك في قمة المرحلة الثانية في دوري الكرة الطايرة. المباراة هتكون بإذن الله تعالى قمة الدور الثاني من المرحلة الثانية في دوري الكرة الطايرة الساعة 8 مساء الثلاثاء على صالة النادي الأهلي. الأهلي نجح في الفوز في الدور الأول من المرحلة الثانية اللي اتلعبت يوم 21 ديسمبر الماضي. لكن
في الباسكت بقى الاسبوع ده شهد الناس بقت مهتميه بالباسكت قوي وتعلقت بيه تماما يعني. الرجال الحقيقه البنات كمان عملوا ريكورد غير طبيعي امبارح، ده رقم قياسي في تاريخ لقاءات الاهلي والزمالك في كره السله للبنات. الاهلي كسب الزمالك بفارق 70 نقطه 122-52. مباراه بدا الاهلي، يعني انا لاحظت انه السكور بدا وصل لغايه 33-0، يعني كان الاهلي جاب 33 نقطه وكان الزمالك لسه ما سجلش ولا بونت. طبعا هو بعديها يحصل المدرب بقى بيجرب كل عناصره وبتاعه بتبتدي الليله. لكن انا شفت سرايا امبارح بتجيب 7-8 ثلاثيات وسلعه وكله كان في البدايه يعني بيجرب وربنا موفقهم جدا. صحيح. لكن على فكره مش ده رقم قياسي في تاريخ لقاءات، لا ده في ارقام قياسيه في الرجال اكثر رعبا. رقم الرجال بقى فوز الاهلي على الزمالك في الرجال رقم مسجل بسكور عالي جدا. السكور ده يا جماعه كان الاهلي 144 والزمالك 43. كان امتى؟ يوم 1/2/2012. بالمناسبه زميلنا العزيز المتالق الكابتن هيثم السعيد كان واحد من نجوم الاهلي في هذه المباراه. هو فكرنا بيه. اللي شهدت هذا الرقم القياسي الصامد، طبعا وهيفضل صامد كتير لان انت بتتكلم على 101 نقطه فرق. يعني البنات بنتكلم على 70 نقطة فرق، لا المباراة دي كان 101 نقطة فرق وكان والمنافس في 1/2/2012. احنا بنتكلم المنافس في الرجال والسيدات الزمالك. الزمالك يعني مش نادي لسه بيدخل اللعبة يعني. صحيح. ده سكور البنات، وشفنا اللوحة بتاعت سكور الرجال وكلاهما رقم قياسي كبير. ده كان أبرز ما في الأخبار، لكن تبقى ضربة البداية مع مقالي ومقاله الكذب على عظم التربة. وهي القصة ايه يا جماعة؟ كل شوية تسمعوا كلام ينسب لناس ماتت، ودي كارثة، كارثة أخلاقية بجد. لأنه خلاص انسب ليا كلام هطلع أدافع عن نفسي، أبرره أو أكذبه أو أكده أو أكده، يعني يبقى في مصدر حي يمكن الرجوع إليه. لكن إن احنا نبلغ درجة التجرؤ على عظم التربة أعتقد ده من الناحية الأخلاقية لا يجوز. ليه؟ لأنه مبدئيا بينسف تاريخ واحد. من ضمن المقولات اللي فيها تجرؤ على عظم التربة أحدهم يطلع باستمرار يقول لك، وزي ما قال الكابتن الجوهري، قال ايه يا عم الكابتن الجوهري؟ يقول لك الله يرحمه الكابتن الجوهري، قال ايه؟ يقول لك قال ادوا الزمالك تحكيم عادل واتركوا الاخرين يتنافسوا على بقيه المراكز. الكابتن الجوهري قال كده؟ طب يعني انا عايز اقول حاجه. يعني هي بطولاته في الاهلي كانت ايه؟ يعني طب الكابتن الجوهري اول حد جاب بطوله افريقيا للنادي الاهلي، وجاب بطولات دوري للنادي الاهلي، وهو لاعب في النادي الاهلي كان واحد من اللي ساهموا في الرقم القياسي لبطولات الدوري في بدايته. كل البطولات دي للكابتن الجوهر الراجل يعني تخلى عنها وتنازل. انا هنا بقول حاجه، البينه على من ادعى من الناحيه الصحفيه، لان اللي بيرددوا ده على فكره زملاء صحفيين، وهم المفروض يكونوا ادرى الناس بفكره الاسناد، بمعنى ان انت لما تقول فلان قال كذا عليا ان انا اجيب اللي اتقال ده فين، والا اكون انا كذاب. فاحنا بنفتح الباب اللي عايز يقول مقوله زي دي يجيب السند بتاعها، يقول لي ادي الحوار اللي الكابتن الجوهري اتنشر في حياته وقال فيه الكلام ده، مش بعد ما ماتوا. ادي الحوار اللي نشر للكابتن الجوهري، سواء نشر في مجله او جريده او حتى حوار تلفزيوني او اذاعي. هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، لكن غير كده هتبقوا يعني ده كذب، وكذب فيه نوع من الفجور شويه لانه فيه تجرؤ على عظم التربه رحمه الله على الجميع. ما اقدرش ابدا اقول حسن حلمي قال كذا، ما اقدرش اقول نور الدالي قال كذا، ما اقدرش اقول حماده امام قال الا اذا كان مكتوب، الا اذا كان ده موجود، الا اذا كان ده منشور في عصره وفي حياته وهو اللي قاله. لكن ان انا اطلع اقول باستمرار كابتن الجوهري قال ده، بقول لكم
يعني من الناحية الأخلاقية جريمة بجد، لأنه انت بتنسب تاريخ واحد وظلما وعدوانا بتنسب إليه حاجات هو الراجل في عالم آخر ما يعرفش يرد عن نفسه. فاحنا هنفتح الأقواس وننتظر أي حد عنده استعداد يطلع حوار صحفي أو تلفزيوني أو إذاعي نشر على لسان الكابتن الجوهري في حياته مش بعد ما مات، في حياته الكلام ده نشر على لسانه، هنقول خلاص يبقى الجوهري قال كده. ما لم يأتي أحد بهذا البرهان، هيفضل أي حد يقول كده هو كذاب أشر بكل الوضوح إلى أن يثبت ده. لكن كمان من ضمن التجرؤات الجديدة، وأتمنى إنه الإخوة في السوشيال ميديا ياخدوا بالهم، لأنه فجأة ينسب كلام بيتس موسيماني، الراجل موجود في المملكة العربية السعودية، ينسب إليه كلام إنه مستر بيتس موسيماني قال تصريحات إنه النادي الأهلي، أنا لما كنت في مصر كان التحكيم بيسهل العملية، لكن في السعودية التحكيم فير قوي، فأنا لاقي صعوبات في أهلي جدة. أنا سألت هل موسيماني قال كده؟ الناس استغربت. طب قال كده فين؟ ما هو يعني خدوا بالكم المهندس عدلي بيقول ايه؟ بيقول لك في صفحات تلاقيها كاتبه كده، يعني في بالمناسبه جروب معا لرفعت الاهلي، شفت عليه نص تصريحات منسوبه الى موسيماني بالشكل اللي انا بقول لكم عليه ده. اتمنى ان كل حد يشير حاجه يتأكد انه فعلا يكون معاه الدليل ان ده اتقال، لكن استسهال التشهير بالشكل ده لا، تلاقي فيه سم في العسل قبل في النص. ما تروح للدليل تعال للعقل. هل موسيماني صرح تصريح ينسف تاريخه في الاهلي؟ ها؟ ما تصريحه ده معناه ايه؟ ان هم يعني انجازاتهم على النادي الاهلي كانت بمساعدات. طب. هل هو قبل ما تثبت بالدليل هل هو معقول يقول كده؟ مستحيل، غير منطقيه. طب المنطق بعينه ان احنا نروح للسعوديه ومعانا الزميل والناقد الرياضي الكبير الكاتب الصحفي والاعلامي الاستاذ احمد الشمراني من السعوديه. مساء الخير يا استاذ احمد. اهلا وسهلا، حياك الله استاذ ابراهيم، والتحيه موصوله ايضا للباشمهندس والاخوه المشاهدين وللامه الاهلاويه في كل مكان. وحشنا صوتك ولعلك بخير دايما. الحمد لله بخير. اللي احنا تابعنا تصريحات هنا في بعض المواقع او بعض صفحات السوشيال ميديا الحقيقه منسوبه الى مستر بيتسو موسيماني، انه بيقول ان انا في مصر ما كانش التحكيم كان بيساند الاهلي، فما كانتش مهمتي سهله، لكن انا دلوقتي في السعوديه الامر صعب شويه لانه التحكيم شديد شويه. هل موسيماني نشرت له هذه التصريحات على اي وسيله اعلام سعوديه؟ والله يا استاذ ابراهيم، عندما وصلني استفسار منك جلست طبعا ابحث، ربما انا ما ادري، وانا القريب من الاهلي والقريب، ولا وجدت له اي تصريح بهذه الصيغه او بهذه الصياغه، ولم اجد له الا كلام جميل قالوا طبعا عن تجربته مع الاهلي المصري، وكلام اجمل ايضا قالوا عن تجربته القادمه ان شاء الله مع الاهلي رغم صعوبة الظروف. اما مسألة الإساءة فلم يتحدث هذا الرجل بأي كلمة عن تجربته مع الأهلي إلا من الناحية الإيجابية. بعد ما قريت التصريح حتى عنه وجدت أنه للأسف الشديد في موقع لا يعتد به طبعا ولا يمكن البناء عليه. أنا على الصعيد الشخصي أيضا حتى أكون مثلا متيقن من كل شيء تواصلت مع مساعده اللي هو الكابتن يوسف عنبر، فقال احنا الان في المطار وذاهبين للمنطقه الشرقيه وعندنا مباراه بكره مع القادسيه، والكلام ذا ما له اساس من الصحه. بالتالي اعتقد انه مثل هؤلاء طبعا اعتادوا دائما انه يدفقوا الاخبار يفبركوا الاخبار، والهدف ليس طبعا موسيماني شخصيا بقدر ما هو اساءه للقلعه العظيمه له، لكن تماما رجل بهذا الوعي ورجل بهذه التجربه ورجل ايضا سجل من خلال الاهلي انجازات، طبعا لا يمكن نقول هذا الكلام ولا يمكن يتفوه بهذا الكلام. واقدر اكد لك بما لا يدع مجال للشك ان الرجل منذ ان وصل المملكه العربيه السعوديه حتى اليوم
في اي تصريح له لم يذكر تجربتهم على الاهلي المصري الذي كله. يا احمد بيه، يعني احنا اولا نحييك على حرصك على تحري الحقيقه وتعقب، وهذا هو الاعلام السليم والمهنيه المظبوطه، ان تتحرى وتتعقب الخبر وتشوف مصدره ايه ومدى مصداقيته وتوثقه، ورغم انه يبدو ان ناس كتير تقول لك واحنا مالنا مال التصريح ده بيمس الاهلي المصري، ولكن ان ينسب الى تصريح لمدرب موجود مع نادي سعودي بهذا الشكل، فانت سعيت لتحري الحقيقه ولم تكتفي بانك تشوف ما التصريح فين، ولكن سعيت انك تتواصل مع مصادر لصيقه بمستر موسيماني وتوصلت الى المساعد بتاعه واكدت على المساعد انه المساعد بتاعه ده المترجم مش كده؟ لا، المساعد يوسف عنبر، المساعد السعودي اللي معاه. تمام. فهذا الحرص هنا المصداقيه لما تقول حضرتك، واللي احنا كنا حريصين ان احنا نتواصل معاك، لان ده تاريخك بيقول كده، بيؤكد على هذه المصداقيه. للاسف يا استاذ ابراهيم، طبعا تعرف انت بعض المواقع تحاول بشتى الوسائل ان تكبر من خلال الكبير الاهلي، طبعا الاهلي انت تعرف مجرد كتابه حرف حوله او اجتهاده او خبر، فما بالك عندما ايضا يقدم طبعا تصريح بهذا الشكل. من طبيعي جدا ان نتلقفه كل وسائل الاعلام اللي تبحث عن الاثاره، والصحف الصفراء طبعا باتت شر لا بد منه في اعلامنا بشكل عام العربي. لكن على المستوى الاعلام السعودي ثق تماما، ويثق جمهور الاهلي، ويثق كل العاشق للرياضه في مصر، لان هذا الرجل لم يتفوه بكلمه ولم يقول كلمه واحده تمس الاهلي. والتصريح اللي طبعا ارسله لي الاستاذ ابراهيم، منذ ان ارسله لي وانا ابحث طبعا في وسائل الاعلام ما وجدت اي كلام له، بالاضافه حتى اعزز حقيقه انه هذا الكلام مفبركه. اتصلت بالكابتن يوسف عنبر قال اكلمك مختار وهذه مفبركه، وارسلت برضه رساله للاستاذ ابراهيم. وبالتالي مثل هذه الاخبار يجب لا نتوقف عندها، لكن ايضاحها طبعا عندما تمس كيان كبير زي الاهلي او تمس حتى ايضا الرياضه بشكل عام في مصر، من الطبيعي جدا ان نظهر ونوضح. واعدكم ايضا مستقبلا ان شاء الله بعد ما يعود الاهلي من المباراه القادسيه ان يضع التصريح كما هو امام موسيماني، وان شاء الله هو من خلال حسابه الرسمي يقدم الحقيقه كما هي، رغم اني انا الان وانا اطلع معكم املك الحقيقه اللي ذكرتها في البدايه واذكرها الان، ان هذا التصريح اللي نسب لموسيماني لا اساس له تماما، لا في الصحافه السعوديه ولا في اي موقع رياضي. انت عارف، بالتالي فتشوا عن المستفيد. انت عارف بالظبط، انت عارف يا استاذ احمد، انا يعني سالت حد من هذه الصفحات الكلام ده شفتوه فين؟ قال لك في الرياضيه السعوديه. فكلمت صديقنا العزيز صالح الخليف نائب رئيس تحرير الرياضيه، نفالي جمله وتفصيلا ان تكون الرياضيه هي الاخرى نشرت حاجه زي ده. قال لي ما حصلش خالص، وقال لي انا حتى ما قريتش ده في اي موقع سعودي. انا قلت لك في نهايه كلامي فتش عن المستفيد. انت اليوم للاسف كلمه مهمه جدا يا استاذ، فتش على المستفيد. صحيح، فتش على المستفيد. حتجد شاورت بوضوح، تجده دايما مصدر هذه الاخبار. بس هذا هي، لكن اللي بيعجبني اولا في النادي الاهلي، واللي هو قدوتنا في الرياضه على مستوى الشرق الاوسط وليس على مستوى مصر فقط، يجيد التعامل مثل هذه الاشاعات، يجيد التعامل مثل هذا الصخب، يجيد التعامل مثل هذه الفبركات، مثل هذه الاستفزازات، يرد عليها بالصمت، ودائما وابدا صمت الحكيم يكسب في الاول والاخير. ولا انسى وانا معكم الان على الهواء اني متابع جدا للرياضه المصريه، للاعلام المصري بشكل عام، ومتابع ايضا للاهلي كونه احد الانديه اللي يتشرف بالانتماء لها من قبل ان ابدو عملي الاعلامي. وبالتالي اعتقد ان السياسه الاهلاويه يجب ان تكون دستور يدرس على مستوى الرياضه في العالم العربي وليس على مستوى الرياضه فقط في مصر. هناك ايضا للنادي هيبه، هناك قيمه، هناك استراتيجيه، هناك ايضا اسس ومعايير لا يمكن ان يحدث عنها، يستفز، يشتم، يشوه، ولكن في النهايه يترك الامور طبعا للعقلاء، ويا كثر العقلاء في رياضتنا. فبالتالي انا اهنيكم واهني نفسي بوجود نادي بحجم الاهلي، بوجود اداره ايضا
برئاسة الكابتن محمود الخطيب الذي إذا نطق يقول المستحق، رغم أن الرجل ما ينطق إلا نادرا ونضيع في الصمت دائما، ولا نملك إلا الدعاء له بالشفاء العاجل ولنادينا الحبيب الأهلي بالتقدم. والله الله بالدوري يا كابتن. ونحن بدورنا نهنئك ونهنئ أنفسنا ونهنئ الإعلام السعودي والعربي بوجود نماذج موضوعية زي حضرتك وعلى تواصل مستمر من أجل إظهار الحقائق وتقديم الثمين وليس الغث للمتلقي لمصلحة الرياضة. شكرا. وهذا هو المطلوب، الإعلام موضع من أجل أن يكون جزء من 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 الرياضة، وما وضع من أجل أن يخلق مشاحنات، أن يخلق تعصب، لكن زي ما قلت في الأول والأخير أنهي مكالمتي معكم، إذا حدثت مثلا مثل هذه الأخبار فتشوا عن المستفيد، ترى ما هو بعيد عنكم. فتش عن المستفيد، يعني هي دي فعلا المقولة الحكيمة للكاتب الصحفي السعودي المتألق الأستاذ أحمد الشمراني. شكرا جزيلا ليك ودايما متواصلين على خير. شاكرين جدا. شكرا جزيلا. واعتقد استاذ ابراهيم فتش عن مستفيد في كل حاجه بقى بتتكتب اليومين دول ضد النادي الاهلي، فتش عن المستفيد، طالما انها مش منسوبه لمصادر موثقه فتش عن. والجمله دي يا جماعه انا بوجهها لحبايبنا اللي بحسن نيه ربما بيرددوا بينشروا امور تسيء للاهلي بلا دليل. الاستاذ ابراهيم لما ذكر موقع بعينه هو لا يشير باصابع الاتهام للموقع، ولكنه لا، هي التصريحات دي انا قريتها عليه. ما انت قريت عليه، احنا بنقول له بقى خدوا بالكم، خدوا بالكم انتوا يا اهلاويه، خدوا بالكم ما تشيروش السم في العسل. وده نوع من النقر على الحلال الفارغه. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف لنا حله ثانيه. ما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي هيفضل دايما حريص على تحري المصداقيه وتحري المعلومات من مصادرها. وقدا لكل هذه الاكاذيب، قلنا لكم لعدم التجرؤ على عظم التربه، وايضا لاظهار الحقيقه لعدم الاساءه لواحد زي بيتسو موسيماني وعلاقته بالنادي الاهلي، كنا حريصين على استجلاء الحقيقه من مصدرها. وشفنا الكاتب الصحفي احمد الشمراني من السعوديه يقول لك لم تنشر ابدا في الاعلام السعودي اي تصريحات على لسان بيتسو موسيماني تتعلق بالنادي الاهلي المصري باي شكل من الاشكال، وتاكد منها بالتواصل مع وتواصل مع الكابتن يوسف عنبر المساعد بتاع بيتسو موسيماني اللي ساله نفى ده جمله وتفصيلا. عشان كده كان لابد من اظهار هذه الحقيقه، لكن يبقى الكثير في الغربال، المنشطات وعلاقات الكبار. طبعا المنشطات يعني ده اللفظ المهذب شوية، لكن اللي حصل اليومين دول كان ممكن نشيل المنشطات ونحط النوع اللي ماشي اليومين دول في السوق، لكن ما علينا. خلينا في علاقات الكبار الأول. نادي الأهلي كان بيلعب مع نادي الاتحاد السكندري مباراة على كأس السوبر في كرة السلة من تقريبا أيام، وحصل انهيار للمنصة اللي كان جالس عليها أو مزدحم عليها جمهور الاتحاد، حصلت إصابات كتيرة جدا. المسؤول النادي الأهلي اللي كانوا حاضرين في الصالة وقتها كان الأستاذ العمري فاروق والدكتور محمد شوقي، حرصوا على اصطحاب كل المصابين للمستشفيات بما فيها مستشفى مصر الدولي، وفضلوا كان معاهم المهندس خالد مرتجي وجالهم الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد، وفضلوا لغاية الفجر في متابعة لعلاج المصابين، وكانت أخطرهم اسلام اللي كان عنده اصابه وجراحه مهمه جدا في المخ. دكتور محمد شوقي بذل مجهود كبير انه يستخدم احد اكبر الاطباء وقتها ويجري جراحه مهمه انقذت والحمد لله حياه مشجع الاتحاد اسلام. والكابتن خطيب حرص منذ ايام على زيارته في المستشفى والاطمئنان على صحته. ثم كان القرار المهم والمؤثر للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيخطر الاتحاد المصري لكره السله تنازله عن كل حقوقه التنافسية في المباراة ويطلب إهداء اللقب، لقب بطل السوبر لنادي الاتحاد السكندري. هقول لكم البيان للنادي الأهلي قالوا ونشوف رأي المهندس عادلي. النادي الأهلي ومجلس إدارته يهديكم أرق تحياتي وتمنياتي، ده للاتحاد المصري لكرة السلة.
لاتحادكم الموقر بدوام التوفيق لخدمة لعبة كرة السلة المصرية، وبمناسبة الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري يوم 24 ديسمبر الماضي وسقوط حاملة كاميرات البث على الجماهير وترتب على ذلك عدم اكتمال المباراة، يطيب لنا اللي هو مجلس إدارة النادي الأهلي، يطيب لنا التعبير عن سعادتنا بشفاء المصابين من جماهير نادي الاتحاد الشقيق وعودتهم إلى أسرهم، وانطلاقا من الروابط التاريخية بين النادي الأهلي وشقيقه نادي الاتحاد والعلاقة بين الناديين الكبيرين التي كانت وستظل دوما أكبر من أي بطولة، ننهي إلى سيادتكم قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالتنازل عن أي حقوق للنادي في هذه البطولة، ورغبتنا في تتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة السوبر تقديرا لجماهيرها التي تألمت في هذا اليوم وفريقها الذي كان متفوقا بعدد من النقاط ولم يكن يتبقى من زمن المباراة سوى فترة واحدة، وبعيدا عن أي تفاصيل تخص الجوانب الفنية والنتيجة، فإن النادي الأهلي يبارك تتويج نادي الاتحاد بهذه البطولة وإسعاد جماهيره العاشقة للعبة كرة السلة والتي ترتبط مع جماهير الأهلي بروابط وثوابت تعكس القيم السامية للرياضة. طبعا الأستاذ مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد شكر هذه المبادرة وشكر العلاقة اللي بين الجماهير الأهلي والاتحاد وشكر موقف الجماهير من هذه المباراة، ولكن أنا عايز أتوقف أمام النقر على الحلل. مفيش حاجة يا أستاذ إبراهيم الأهلي يعملها إلا ما تجد حد على الرصيف الآخر يحاول أن يسطحها ويفرغها من مضمونها ويحولها إلى شيء. فطالعين يقولوا إيه بقى؟ النادي الأهلي عمل كده عشان مروان، صفقة مروان. طيب ما تيجي إحنا نسمع الأستاذ مجدي أبو فريق. لا ما نسمعش مجدي، ما الأستاذ مجدي أشاد هتسمعها بس مش دلوقتي يا استاذ ابراهيم. انا بعلق على حاجه عايز اقول ان النادي الاهلي عارف، وقال لك بعيدا عن النواحي الفنيه ومجريات المباراه ولا نتحدث في هذا، وان الاتحاد كان متقدما بفارق مريح وان لم يكن متبقي الى الفتره الرابعه وكل الاحداث دي، ولكن احنا بنقول الحدث أثر معنويا على لعيبة الاتحاد، أثر معنويا على جماهيره، وليس من الحق اللائق ولا الأصول إن احنا نستكمل هذه المباراة. فالدافع والكلام ده اتقال عقب المباراة وتاني يا أستاذ إبراهيم، وطلع تصريح من اتحاد كرة السلة قال لك سنبحث وندرس هذا الاقتراح. فده من بدري قوي. فلا ما كانش مرتبط بصفقة كورة ولا حاجة. والناس كلها اشادت بالجماهير، واصل في لحظات يا استاذ ابراهيم تسمو الانسانيه والعلاقات الشخصيه فوق اي اعتبار اخر. انا وانت بنتنافس، لكن حدث يخلينا ننسى تنافس ايه وبتاع ايه. ده في حدث يعني اكبر من اي نتيجه وبطوله، وهو ده ساعتها بالتصرف التلقائي بتبان العلاقه مش المخطط له. احنا ما استنيناش لتاني يوم وروحنا بوفد، لا ده الجماهير ومسؤولي النادي الاهلي كانوا في قلب الحدث ولم يتركوا اي حد الا بعد ما عملوا له كل اللازم. والدكتور محمد شوقي نقله الى المستشفى الذي يعني له فيه كلمه علشان يقدر يتابع الحاله ويقدم له افضل خدمه. ويعني اعتقد ان جمهور الاتحاد يدرك تملي الكلمه دي حلوه قوي. بص على المستفيد من هذا التصريح. فتش على المستفيد. تعرف على طول ده معمول ليه، ولكن ستبقى الانسانيه والعلاقات الانسانيه اسمى واروع ما في الرياضه. ده كلام مهم جدا. طب نشوف راي رئيس الاتحاد المصري لكره السله الاستاذ مجدي ابو فريخ. ما يخص يا فندم طلب النادي الاهلي باعطاء البطوله للاتحاد السكندري، هل هذا قانونا هذا ممكن يطبق؟ اخذت قرار بالفعل؟ هو فعلا هو القانون بيقول تستكمل المباراه زي ما هي بكل احداثها، يعني باللاعبين بالحكام بالتوقيت بكل حاجه ما دام بدانا الكونسول الثالث. ده قانون، لكن احنا برضه احنا
زي ما حضرتك قلت رياضة أخلاق ورياضة يعني فيها كل حاجة كويسة. لا احنا كاتحاد استقبلنا خطاب النادي الأهلي بكل ترحاب ووافقنا عليه، لأنه هو يعني ظرف خاص بظروف مباراة معينة كان الاتحاد متقدم لكن الباسكت ما فيهوش حاجة اسمها يكسب غير آخر دقيقة، لكن النادي الأهلي قال رغبة منه وللجماهير الاتحاد العاشقة للباسكت واللي حصل، وإن المباراة كانت ماشية في سياق نادي الاتحاد. إحنا شايفين إن البطولة دي تروح لنادي الاتحاد، والأهلي مالوش ما عندوش أي مانع من إعطاء الكاس لنادي الاتحاد. طبعا ده حاجة جميلة جدا، روح فعلا زي ما حضرتك في بداية كلامك قلت الرياضة فيها كل حاجة كويسة، فيها كل حاجة كويسة، فيها ناس محترمة، فيها ناس بتفكر، فيها ناس بتقدر. فعلا الموقف جميل من النادي الأهلي، والاتحاد استقبله برضه بكل ترحاب وأريحية، وإن شاء الله هنعلن عن موعد تسليم الكاس نادي الاتحاد في نادي الاتحاد باحتفالية برضه. إذا يا فندم حضراتكم أخدتوا قرار خلاص؟ فعلا الحقيقة يعني أعتقد إن هو يعني قرار رائع، أبسط حاجة يقدمها النادي الاهلي وقدمها اتحاد اللعبه للجمهور ده تكريما للجمهور اللي تعرض للاصابه، واعتقد ان هي لفته رائعه يعني. هي لفته اكتر من رائعه الحقيقه، و يعني حاجه جميله جدا، و يعني زي ما حضرتك قلت هي دي رياضه، والرياضه فيها كل حاجه حلوه والله يا جماعه. صح. وكفايه الموقف نفسه، الموقف نفسه يوم الحدث طبعا، أعضاء مجلس إدارة الأهلي العمري بيه فاروق والدكتور محمد شوقي وكابتن خالد العوضي المشرف النشاط الرياضي جريوا في المستشفى وجريوا عشان ينقلوا المصاب بتاع الاتحاد الإسلامي ربنا يشفيه وتمشي على خير في المستشفى دي، مستشفى تانية. كانوا بيجوا وقلت لك كذا حتة، كانوا بيجوا يركبوا عربيتهم عشان يسبقوه عشان يستقبلوه في المستشفى التانية. منظر جميل، جمهور الأهلي نفسه وهو متعاطف جدا مع الاتحاد وبيقول لهم تعالوا باتوا في بيوتنا، وتعالوا جماهير الاتحاد، جماهير فعلا وفيه لناديها وبتشجع ناديها، وبرضه في نفس الوقت في المواقف الصعبه هتلاقيها فعلا ناس يعني جميله وصاحبه واجب زي ما بنقول. استاذ ابراهيم، يعني المساله اصلها واضحه جدا، ولكن هذه قيم انسانيه لا يقدرها الا البني ادمين. الناس اللي عندها هذه المشاعر الانسانيه تقدر تفهم الكلام ده، لكن الناس اللي بتفكر ازاي طول النهار تزور وتبعت جوابات مزوره وتقلب عليك الناس وتدس اخبار غلط، تفتكر هتتصور ان في حد بيتصرف بنبل؟ كله بيفكر بمحتواه. صحيح. فما ما تنزعجش من الكلام ده. على فكره بالنسبه للاعلام يا جماعه، يعني الاعلام هو بيتكلم على ازاي تقدر تزيد اللحمه بين الجماهير، وازاي تقدر تعزز الروح الرياضيه التعصب بين الجماهير، وازاي تقدر تخفض منسوب التعصب، وازاي تقدر فعلا تاخد الناس للمناطق الامنه لمصلحه البلد ومصلحه الرياضه. كم حد توقف عند هذه الخطوه من النادي الاهلي اللي بيتكلم عليها الاستاذ مجدي ابو فريق؟ هو دي التصرفات اللي بتعمل كده، يمكن باستثناء الاستاذ او الزميل سيف زاهر، ما شفتش ابدا اهتمام من قبل بقيه البرامج اللي عمال تتكلم في حاجات تانية خالص، لحد اهتم بزيارة الكابتن الخطيب حتى بالمتابعة الإنسانية لحالة المشجع دي الحادثة اللي كانت حصلت. لكن أنا بكلمكم على حتى سعادة الناس بإنه المشجع إسلام اللي كان بين الحياة والموت، على فكرة كانت يعني حالته في منتهى الخطورة، لكن قدر الحمد لله الأمور تعدي بشكل كويس، والكابتن خطيب زي ما انتم شايفينه في الصوره زاره من كام يوم، وبعديها كان هذا القرار. واحد من الزملاء اللي توقفوا ايضا بتقدير عند قرار النادي الاهلي كان الزميل محمد شبانه. زي ما سيف زاهر تحدث مع الاستاذ مجدي ابو فريخه عن قرار النادي الاهلي بالتنازل عن اللقب، والفكره مش في قيمه اللقب، الفكره في ان انت ازاي بتقدر مشاعر الجماهير اللي كانت يعني سقطت بيهم المنصة وهم في قمة الفرحة والرأس لأنه فريقهم كان متقدم بسكور كبير. زي ما قال النادي الأهلي في بيانه، على فكرة يعني النادي الأهلي حتى في البيان اللي تنازل فيه عن هذا اللقب ما أغفلش حق الاتحاد الرياضي،
الحق الرياضي لنادي الاتحاد انه السكور كان متقدم بنسبه كبيره له، فالنادي الاهلي شايف انه اما وانه الرقم كان يشي بانه الاتحاد احق بالبطوله، لا حقه ياخد البطوله والنادي الاهلي متنازل عليها. نشوف محمد شبانه وتعليقه على قرار الاهلي. النادي الاهلي عمل حاجه في غايه الشياكه، في غايه الشياكه، عمل بيان قال فيه ان هو مش بيتنازل، ان هو بيقول انه نادي الاتحاد السكندري هو الذي يستحق لقب كاس السوبر اللي بتاع كره السله، واتحاد السله وافق على كده، بيوافق على طلب الاهلي، بعت رسمي لاتحاد السله طلب منح نادي الاتحاد السكندري لقب كاس السوبر. اهو الاهلي يقرر التنازل عن ايه حقوق للنادي في بطوله كاس السوبر الموسم لموسم 21-22 واهداء اللقب لجماهير الاتحاد السكندري، واتحاد السله يوافق على طلبه. انا الحقيقه بيان ايجابي جدا، محترم جدا، وشيك جدا، وفي تقدير كبير جدا لنادي الاتحاد السكندري وجماهير نادي الاتحاد السكندري، نادي عريق، ونادي الاتحاد السكندري كمان اهو احتفلوا باللقب بتاع كاس السوبر بعد ما الاهلي عمل كده تشامبيونز اللي هو الابطال يعني. وادي اللي فوق ده على فكره اسلام اللي هو اللي ان شاء الله بيهدوا اللقب، ان شاء الله ربنا يشفيه اخر المصابين باذن الله، ربنا يشفيه في هذه الواقعه. وتم اهداء البطوله من جانب الاتحاد السكندري لاسلام، نوع من التعاطف والمعذره والدعم. يعني الاعلام الحقيقي يشاور بايجابيه على التصرفات دي، اما الذي في نفوسهم غرض بلاش مرض، ما ايه، هيحاولوا يدوروا على اسباب خبيثه ورا كل حاجه نبيله. وزي ما قلت لك انت بتعيش في الجو اللي انت عايز تعيش فيه، وطلع يعني النبتة هتطلع من نفس التربة اللي انت بتزرعها. ده كلام مهم جدا، نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. خدتوا بالكم من المهندس عدلي في البداية قال لك اللي حصل على الناحية التانية، على الرصيف الناحية التانية، محاولة تخبيط على حلة علشان الحاجة التانية تستخبى. واحدة من الحلل اللي خبطوا عليها موضوع برونو سافيو، عشان الناس تنشغل بحلة برونو سافيو اللي هو ملوش مناسبة خالص اتفتح دلوقتي، وتنسى أي كوارث تانية مثارة، خاصة لما الأمر وصل للاتهامات أو لاعترافات بتعاطي الحشيش. بدل ما الناس تنشغل بالحشيش والكارثة والاعتراف والصدى الدولي اللي حصل وسمعتنا اللي بقت بره، اللي حتى اتحاد الكره بقى منزعج وخايف منها، لانه فعلا ده هياثر على سمعه اللاعب المصري والمنتخبات المصريه والفرق المصريه. وشفنا الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات هي اللي بتطلب من من اللجنه المنظمه المصريه بالتحرك، ايه الحشيش اللي عندكم كده؟ السمعه بقت كده. لما يكون ده موجود ازاي الناس تفضل تتكلم فيه؟ لا ما نعمل حاجه تانيه، منقول ان برونو سافيو وجوده باطل. اشمعنى يا سيدي؟ قال لك عشان رونالدو. ماله رونالدو؟ قال لك كريستيانو رونالدو لما جه للنصر السعودي اتوقف اول ماتشين لانه كان موقفهم في الاتحاد الانجليزي، فاحنا نلحق نقدم سحب كل البطولات من الاهلي وكل اعتبار كل الماتشات اللي شارك فيها برونو سافيو، الاهلي مهزوم. لكن هي مجرد تخبيط على حلة فاضية عشان تشغل الناس، لأنه ببساطة شديدة جدا عشان الجمهور ما ينجرفش ورا هذا القرع على هذه الأواني الفارغة. القصة كلها أنه أي لاعب بيتنقل من اتحاد لاتحاد قال لك على التي ام اس، جهاز أو البرنامج أو نظام سيستم الانتقالات الدولية، اللاعب المعاقب لو واخد اكتر من 3 ماتشات او ايقاف اكتر من 3 شهور لاسباب تاديبيه، الاتحاد السابق اللي كان فيه يختار الاتحاد اللاحق مع البطاقه بتاعته ان هنا ده معاقب بكذا. الاتحاد الانجليزي اختار الاتحاد السعودي بعقوبه رونالدو لان كانت عقوبه تاديبيه، رونالدو كسر موبايل مشجع وعامله بطريقه سيئه جدا، فرابطة الدوري الإنجليزي عاقبته. لما يتنقل تم
تعليق العقوبة، فبالتالي كان واجب على الاتحاد السعودي ينفذها لأنه مختر بيها. الاتحاد المصري لم يختر بأي حاجة من الاتحاد البوليفي اللي كان بيلعب فيه برونو سافيو، فلا الاتحاد المصري عليه حرج ولا النادي الأهلي عليه حرج، ولا الاتحاد البوليفي بلغ الاتحاد الدولي، ولا الاتحاد البوليفي بلغ مصر، ولا الاتحاد الدولي بلغ مصر، ولا الاتحاد المصري تحفظ ولا حاجة أبدا. هذه حلة فارغة. خد الحلة اللي من غير غطا كمان، إنه برونو سافيو هناك كان موقوف 3 ماتشات، الراجل قضى ماتشين منهم هناك كان فاضل ماتش، يعني فاضل له ماتش، فالمحامي بتاعه قدم استئناف لما هم طلبوه، المحامي بتاعه قدم استئناف وطلب التماس بإعفائه من العقوبه باعتبار ان الراجل قضى 2/3 المده، قضى 2 من 3، فالاتحاد البوليفي سوى الموضوع وانتهت المساله عند هذا الحد، لكن هي حله فاضيه. عارف ليه؟ دي عشان يخبي على موضوع الجزيري وإيقاف القيد وطريقة الانتقال اللي حصل عليها لغط من الأول من أول الموسم، وهذا التحايل الذي باستمرار تجد من يغطيه في يعني اللي عمل الجزيري ده هو اللي عمل معه قبل كده حسني عبد الرب، واللي عمل لما أنت خدت الحكم الحاسم الكاسح والاوراق والاتحاد الدولي والاتحاد المصري قال لك برضه مش هسجله، فالاهلي قال له انا بثبت حقي وانا خلاص مش عايزه، لان المساله مساله بتثبت حقك، وحسن بيفعل النادي الاهلي، لانه لو ما اثبتش حقه كان يفضل لحد النهارده ان الاهلي ما كانلوش حق. فانت ال 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 القضيه باستمرار عندنا ان انت تسعى في الحق حتى لو تنازلت عنه. ايوه الناس مش قادره تفهم كده. في قضيه برونو سافيو دي قضيه لشغل الراي العام عن مواضيع اكثر اهميه، لان احنا عايزين بتفتشوا فتشوا على كل الحالات. طيب اذا كانت حله برونو سافيو حله فاضيه والطرق عليها فقط من سبيل القرع اللي بيحدث ضجيج للالهاء ولفت الانتباه بعيدا على طريقه شايف العصفوره، حلة الجزيري مليانة مخالفات ومليانة كارثة، لأنه بالظبط نادي الزمالك لما خد سيف الدين الجزيري اللاعب التونسي من المقاولين تم تسجيله على أنه لاعب حر، لما نادي الأفريقي ونادي شبيبة قردان تقريبا أو حمام الأنف، الأندية التونسية لما اللي لعب فيها سيف الدين الجزيري في مرحلة الشباب والناشئين طلبت بحق رعاية، فاتقال لهم الفيفا، بعتوا للفيفا، الفيفا بعت للاتحاد المصري، الاتحاد المصري رد على الاتحاد الدولي بأنه ده انتقال حر، سيف الدين الجزيري الزمالك خده من المقاولين كانتقال حر، فبالتالي ما دفعش فيه فلوس، فهنا يسقط حق الإخوة في تونس في القيم التعويضية. الكارثة الكبيرة أو الطمة الكبيرة في الحالة دي إنه الاتحاد الدولي يوصل له معلومات كافية من الأفريقي التونسي بالدليل القاطع إنه لا دي مش صفقة انتقال حر، وإن الاتحاد المصري كذب ودلس وإنه يستحق نسبة من قيمة انتقاله والقيمة كذا والحق كذا، متخيلين؟ فيرد الاتحاد الدولي يحدد القيمة تقريبا حوالي 838 ألف جنيه للنادي الأفريقي، وفي 2000 دولار أتعاب محامين على نادي الزمالك، ويعلم الاتحاد الدولي على الاتحاد المصري أنت كذبت، أنت ما قلتش الحقيقة، ده عيب، عيب في حق الكرة المصرية وحق اتحاد دولة بقاله 100 سنة بجد. يا استاذ ابراهيم هو حكم فيتحكم ويقول لك خلال حوالي 40,000 دولار، لانه الحكم بالدولار، هو دي ترجمتها الى الجنيه، يعني الرقم كان دولاري، هو دلوقتي لما يتقال بالمصري على اي اساس؟ هو بدولار، واخد بالك؟ لان النسبه اتحسبت بالدولار، او يجوز هم حسبوها بالمصري لان الدفع كان بالمصري بالظبط، لكن قيمه التعويض هتدفع بالدولار. ايوه فهي دي الحلة اللي فيها هذه المخالفة، حلة الجزيري، إنما حلة سافيو أديكوا شفتوا اللي فيها. ما علينا، التخبيط في الحلة للناحية التانية بقى،
الأزمة الحقيقية كانت هذا الأسبوع في قضية المنشطات، لأنه فجأة بيعترف رئيس نادي الزمالك أنه اتنين لعيبة أحمد فتوح وعبد الله جمعة بيتعاطى الحشيش. المنظمة الدولية تابعت وعرفت وانزعجت. المؤسسة المصرية أو المنظمة المصرية النادو لمكافحة المنشطات رئيسها الدكتور حازم خميس، رجل مبدئيا طلع بيان اعتقد كل الناس تبعته وكل الناس شافت العلاقة او الطريقة اللي شغال بيها العمل في المنظمة المصرية وازاي هم حريصين على متابعة كل الحالات وكل المخالفات. الزميل محمد شبانة استضاف على التليفون الدكتور حازم سمير رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لاستجلاء الحقيقة، وسألوا كل الأسئلة اللي بتشغل بال الناس عن طريقة العمل، وليه انتوا رحتوا الزمالك، وهل حد استدعاكم، وهل كنتوا تعرفوا ان اللعيبة دي ولا لا. أسئلة كتيرة مهمة جدا شغلت الرأي العام، جاوب عليها الدكتور حازم خميس مع شبانة. نشوف السادة اللي راحوا مباراة الداخلية عشان ياخدوا العينة العشوائية من اللاعبين بتوع الفرقتين، هل بيسالوا طب في كان حد موجود ومش موجود في السكور شيت او ولا ما لهمش علاقه بالكلام ده؟ ما لناش دعوه، جهاز الفرقتين بيسلمنا السكور شيت بالارقام في ظرف مقفول تمام وضع عليه المندوب النادي يعني تمام، وقبل نهايه المباراه ب 10 دقائق مندوب الناديين بيفتحوا الظرف وهو بنفسه بيسحب رقمين والتاني بيسحب رقمين. هل بيبقى من ضمن اختصاصات المنظمه ان في تارجت عندها دلوقتي انها تصل للاثنين لاعبين دول؟ مظبوط تمام. العينات دي بتتاخد ان كومبيتيشن في الماتشات، اوت اوف كومبيتيشن خارج الماتشات، ورا باوت اللي هو اللاعب فين، ممكن في البيت، في الملعب، في النادي، في الـ في الـ في الفندق، في القهوه. ده سلطة المنظمة انها تاخد العينة في اي مكان وفي اي وقت المنظمة تحدده. انت عارف ان في حاجة اسمها عقوبة الريفيوزل ان انت رفضت، دي اكبر حاجة، دي عقوبة 4 سنوات. مش عارف كده يعني انت لو رحت دلوقتي فتوح في اي مكان وتقابلت معه وحبيت تعمل العينة ورفض ايقاف 4 سنوات فورا دايركتلي immediately يتوقف 4 سنوات. العيد هو اللي بتقع عليه العقوبة مش تمام فيه. يعني اقصد مش هترجع ورا ولا اي حاجة؟ لا خالص. تمام تمام. طيب دلوقتي ايه الاجراء يا دكتور المفترض يتم؟ يعني انت انا عرفت برضو ان انتوا رحتوا التمرين بتاع الزمالك و لا انا هم ايه يا فندم؟ الاثنين دول ما كانوش موجودين، ما كانوش موجودين. انتم خلاص دلوقتي هم تارجت بالنسبة للمنظمة، هما خلاص كالاتي. بكره بيتبعت جواب لاتحاد الكوره ولجنه المحترفين. بيتبعت جواب ايه يا فندم؟ بيتبعت جواب ان هذا الاثنين لعيبه دول مطلوبين لازم يتحطوا على البرنامج. تمام. البرنامج الورا باوت ده. اي لعيب مسجل في الاتحاد من حق المنظمه تبعت له انك تتحط على الورا باوت. تقول انا فين؟ لمده سنه. لو المندوب المنظمه راح له في الاماكن اللي هو حددها 3 مرات اسمها 3 ميزد تيست بيتوقف سنتين. تمام. هتطلبوا ان خلال 3 ايام لازم ييجوا يتاخد منهم العينه او يبلغونا هم فين، او يبلغونا هو فين. طب حلو قوي. هنفترض في ال3 ايام لم يستجب اللاعب، بيتبعت انذارات تانية خلال 12 ل 15 يوم. تمام كده بيعتبر متهرب من العينات. طيب عليه عقوبه. متهرب من العينات، انتوا اللي بتوقعوا العقوبه ولا بتبعتوا للمنظمه الدوليه؟ لا العقوبه دي من نوع مصر من المنظمه، المنظمه هي اللي بتوقع العقوبه. اللي عندنا. عندنا دي الاجراءات الذي يجب ان تتم. وهناك كلام اخر، اشمعنى رحتوا للزمالك؟ قال لك اتبلغنا ان في لعيبه بتتعاطى بعض الامور. ولما يعني حتى تشوف التصريحات الاولانيه، رئيس النادي طلع قال لك انا كنت بحمي النادي. يعني انا قلت عشان بحمي النادي. اللعيبه استشعرت ان في كشف منشطات مشيت. الله اعلم بالسبب، لان ده مش دورنا ان احنا نتحرى. لان دلوقتي بمناسبه يحمي النادي،
الدكتور حازم سمير في المداخله ديت شبانة ساله فقال له لا، العقوبه على اللاعب فقط، عقوبات المنشطات يا جماعه لا يدار فيها النادي. امتى ما يدار النادي؟ حاله واحده، اولا في مباريات نهائي الكاس مش الدوري، في نهائي الكاس بدل ما بتاخد عينتين من كل فريق بتاخد ثلاث لعيبه من كل فريق. اذا الثلاثه في فريق واحد جت ايجابيه، يعني الثلاثه بيتعاطوا، يعتبر فريقهم مهزوم ويمنح الكاس للفريق الاخر. الحاجه الوحيده وتطبق العقوبه في ناحيه في نهائي الكاس. وخلي بالك مساله التعاقب، لانه شرحها بعد كده، الحديث طويل. ايوه، وفي اكثر من اعلام، استاذ عمرو اديب جاب برضه المسؤولين وشرح هذا الكلام وقالوا، والاستاذ سيد علي جاب، والاستاذ سيد علي وهاني حتحوت جاب اكثر من حد. وكلهم كان في ان طب اشمعنى، عشان كان في تبليغ ابلاغا. لكن دلوقتي الوضع ايه؟ انا يعني عرفت من لحظات او من نصف ساعه واكثر ان حصل تصالح، وان عبد الله جمعه وكابتن احمد فتوح وكابتن عبد الله جمعه خلاص يعني راحوا. وعبد الله جمعه قبل كده اعتذر، الحقيقه انا مش عارف اعتذر قال ايه، اعتذر على ايه انا مش عارف يعني. انما ممكن يقول له انا اعتذرت ان انا مشيت يعني، او حاجه يعني. فتوح كان مستاء، لكن المهم ان الموضوع دلوقتي ان هناك حصل احتواء للموضوع ومصالح، ويعني طلعوا مع رئيس النادي بيعلنوا هذا. كل ده جميل، كل ده من حق نادي الزمالك ومن حق الجماهير ان تطمئن على احتواء الموقف. أيوة. ولكن يبقى السؤال، هو ده موضوع كان يخص النادي واللعيبه، ولا اصبح يخص الجهات بتاعه منظمه المنشطات؟ يعني هل ما زال التعقب مستمر؟ وهل ما زال، وهل تم اخذ عينات عشان كده طلعوا وصالحوا، ولا هتتاخد العينات بكره ولا بعده؟ عشان ده وراه سؤال تاني يا استاذ ابراهيم، هو لان عارف انك انت سالت اكتر من سؤال قبل ما تيجي الحلقه. هو دلوقتي انا خدت منشط او مخدر، وقعة الحشيش تحديدا هل يمكن التحايل عليها او اخفائها خلال ايام، ولا دي زي ما سمعنا انها بتستمر؟ البعض بيقول لك الحشيش ممكن في حاجات معينه بياخدها متعاطي الحشيش بتشيل تاثير الحشيش من الجسم فورا يعني، ولا بتاخد وقت؟ الله اعلم. طب احنا بنقول كده، اجرب اقول لك. لا احنا بنقول كده يا استاذ ابراهيم عشان الناس، انا يا رب نسال الاسئله دي والله. ايوه الناس تتثقف، لان انا من يوم وقعت ايهاب عبد الرحمن وانا هتجنن. الراجل عمل كل التحاليل طلعت سلبيه. لحد اللجنه الاولمبيه ما طلبت تحليل وقالت لهم روحوا له البيت، راحوا له البيت طلعت ايجابيه قبل السفر بوقت. راحوا له البيت في الشرقيه على انه كان على برنامج وير اباوت اللي بيتكلم، ولذلك هو بيقول لك وير اباوت، انك انت لازم تقول انا فين. أيوة. عشان يروحوا لك بدون ميعاد. ايوه ولازم، وان ما طلعتش بتعاقب. صحيح. وقال ادى مثل، قال ان مجرد ما كابتن محمد صلاح لم يخطرنا بانه موجود فين فاحد المرات اتعرض خد انذار او حاجه زي كده يعني، او اتحقق معاه. ويعني الموضوع يعني لازم تقول انت فين، ما تطورش. طبعا الفكره كلها ان المواضيع دي هتتاخد بجديه، ولا هو خبر بظرف معين وحدث وانتهى؟ لان الحقيقه استاذ ابراهيم ظاهرة الطفرات اللي بتحصل للعيبة في ماتشات معينة، ولذلك أنا بقول لك بطولات اليوم الواحد دي، المباراة الواحدة بتبقى عكس التيار في كثير من الأحيان. أيوه تبص تلاقي حاجة ما حدش متوقعها، مجهود بيبذل خارق، وبعدين تبص تلاقي الفرق اللي بتبذل المجهود دي تاني ماتش على طول أيوه نتائجها سلبية. لان المجهود البدني والبتاع هو خارج. واحنا قبل كده طلع مدربين قالوا الترامادول، ومدربين، والسنه دي الترامادول ادرج في كشف المنشطات. الموضوع عايز وعي، وعايز مثلا من الحاجات اللي بتعالج القيلة يعني، بس دي مكلفه جدا، نقل الدم.
عملية تغيير دمك كله، ودي بتاخد لها كذا يوم يعني. فبتغير الدم كله عشان تنسحب كل الآثار من جسمك، ودي مكلفة. أعتقد مرة حصلت، مش هذكر النموذج ولا المثل، وحد سافر فرنسا عشان يعمل الكلام ده. أنا عايز أقول حاجة، هو في الآخر ما هيش مواقف نتصيدها، خلاص الموضوع بقى يخص اللجنة الأولمبية، يخص منظمة النادو المصرية والدولية. ولكن أنا بقولها لخطورة تأثير، هو ليه العقوبات مشددة في المنشطات؟ لأنها قد تقتل صاحبها. أنت لا تشعر بالتعب، فبتبذل زي الموتور اللي تدوس عليه قوي يوم يفوت. فالموتور لو فوت الظاهرة دي هتنتشر لو أنت مش بتقاوم المنشطات. فلذلك تبص تلاقي ممكن تتعمل في ماتش اللي هو من بطولة الماتش الواحد. أنا أرجو الاهتمام ببطولة الماتش الواحد أو المباريات الحاسمة، ها، في كل الألعاب، وتبتدي اللجنة الأولمبية المصرية يعني تتابع هذا الأمر، أولا للفير بلاي، ثانيا حفاظا على الصحة، ثالثا عشان ولادنا يتوقوا هذا الأمر. هيقول لك ما في أدوية بتدي هذه الدلائل، الاتحاد الدولي مدي لك كشف، واي لاعب المفروض ما بياخدش اي دواء مع الدكتور بتاعه، الدكتور بتاعه، ولازم لو في دواء انت لازم تاخده، تاخد تصريح بيه، تبعته لاتحاد منشطات الدولي يدي لك موافقه عليه. طيب ده كابتن بركات والغده الدرقيه وحازم امام، الاثنين كان عندهم موافقه وخدوا موافقه انهم بيتعاطوا علاج. يا جماعه ما اروع ان تلعب رياضه صح، وده جزء مهم جدا انها تتلعب صح. ده كلام مهم جدا. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف بقى مين اللي هيتمسك من عضلة السادة. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي ما بينشغلش ابدا بهذه الاصوات الناتجه عن القرع على هذه الاواني او هذه الحلل، على حد تعبير المهندس عدلي، الفارغه. الاهلي مشغول بقضاياه، مشغول بجماهيره، مشغول بتحقيق احلام جماهيره ورغبات اعضائه، وتحقيق اعلى الموارد وتعظيم قيم النادي الاهلي التسويقيه. كلام كتير جدا هنشوف تفاصيله بعظمة لسانه. صفقات على طريق البطولات، هو ده هدف الاهلي وده خريطه الشغل، ولا يفتى ومالك في المدينه. هو مالك فين؟ فين مالك؟ انت مالك. عايز ايه يا ابراهيم؟ ما خلاص، ما هو الاثنين بيتمرنوا. عايز ايه تاني؟ طيب الاثنين اللي بيتمرنوا فعلا، ما نشوف محمد الضاوي كريستو. طبعا تقديم محترف للاعب، والاجمل منه استقبال يعني الفيديو عن علي معلول. طبعا علي معلول في احترافيه، عمل له رساله هايله. طبعا اللاعب ده يعني الكل يراه يعني احد المواهب الصاعده الوعيده جدا في تونس وقاره افريقيا. هنشوف رساله علي معلول اللي رحب بيها بمحمد الضاوي كريستو. بس على ما نشوف الرساله، عايز اقول لكم اداره المباريات في النادي اعلنت منذ قليل عن توفير اتوبيسات مجانيه لنقل جماهير الاهلي الى الاسكندريه لحضور مباراه المصري اللي هتكون في الاسبوع 13 للدوري يوم الخميس في ملعب برج العرب. الاتوبيسات هتتحرك ان شاء الله قدام من امام بوابات فرع النادي في الشيخ زايد بدايه من الساعه 10 صباح يوم الخميس. هيكون اخر موعد للتحرك الساعه 12 الظهر، ولا بد ان يكون في حوزه كل مشجع قبل التحرك بطاقته الشخصيه والفان اي دي اللي هو بطاقه الاشتراك بتاعته في السيستم بتاع تذكرتي وتذكره المباراه الحاصل عليها. هيحظر اصطحاب اي ادوات تتعارض مع سلامه الجماهير والمنشات سواء اثناء السفر او خلال المباراه. ده تقليد يا جماعه الاهلي كان بيعمله من زمان، يعني من سنوات طويله. محمد عبد الجيد كان بياخد من فوق ده الله يرحمه ويطلع بيهم يعني. وبعدين انت بتقول كده عشان الناس اللي تقول لك هيقلد، حتى لو بتقلد قلد في الكويس.
بقول لك ايه، ده تعبير يا جماعه، ده عرف الاهلي طول عمره، انما بينظمه. انا بتكلم في المبدا الف كويس، لكن في دي الكل بيقلد الاهلي. دي بالذات كان سباق الاهلي كده من زمان، والقطر كنت بتحجز في القطر وتاخد الناس. ده سنه 66 قطر الاسماعيليه، فاكر التذكره بالقطر؟ ايوه. هو ده الحرص القديم من الاهلي لجمهور، وكويس انه الجمهور بدا يبقى ملتزم جدا، بدا يتناغم مع اداره المباريات، مع اللجنه المختصه في النادي اللي بتعلن للجمهور عن الضوابط والنظام، الناس ما بتخالفهاش، فبالتالي في تسهيلات في الدخول بادوات التشجيع وبالفانيلا الحمراء وبكل ما يساهم للجماهير في انها تحضر وتساند فرقتها. الادوات المسموح بيهم خلاص. الجماهير عارفه ايه الممنوع وايه المسموح، وهناك اتفاق، وقطعا هيبقى في اتفاق وتنبيه بالحاجات المسموحه يعني. طب نشوف علي معلول بقى وهو بيرحب ببلدياته محمد الضاوي. المهندس عادل ما بيعرفش تونسي، حاولت اترجم له ما لحقتش، خلينا اترجم له. بص علشان اترجم لك، بيقول له نعرف يا اخويا انها رحله طويله، لكن سوف تكون رحلة ممتازة من سواحل تونس الحبيبة إلى الجزيرة. هنا كل شيء مختلف، التحديات كبيرة والطموحات حدودها السماء. هنا المكان الذي ستحقق فيه أحلامك وتعيش أجمل اللحظات وتشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون مشجع أهلاوي. وبيقول له علي كريستو مرحبا بك في النادي الأهلي، قلعة البطولات، فخر الأمة، نادي القرن. مفيش أكثر صدقا ولا تعبيرا بهذه الكلمات من واحد عاصر وعاش وأخلص وأنجز ودخل قلوب المصريين، وهو زي يقول خليك بس واخد كريستو في إيده بقلوب الأهلوية، وأنت يعني هتكمل وراي. ده كلام رائع جدا. نشوف جون مارك وكيل أعمال كريستو كلامه على المفاوضات، على العروض اللي جت لمحمد الضاوي كريستو، نشوفها في مداخلته في اون تايم سبورتس. ليه اللاعب اختار او انت اخترت ان هو يكون موجود في النادي الاهلي رغم ان هو عنده عروض اوروبيه؟ As you can imagine. كما تعرف وكما تتخيل أن هذا اللاعب شاهده بعض الأندية الأوروبية، وكانت هناك مناقشات كثيرة مع عدد من الأندية، ولكن في هذا السوق أو سوق الانتقالات الأمور لم تكن تسري بسهولة، لأن الأهلي، ولكن الأهلي كان مركز أكثر على اللاعب وكان دقيقا وواضحا في عرضه لهذا اللاعب. ومن الممكن أن تتخيل أيضا أنه من الواضح جدا أن الأهلي واحد من الأندية الاستثنائية في إفريقيا ويستطيع أن ينافس الأندية الأوروبية، وبالتالي عندما يأتي عرض من الأهلي فلا يمكن رفضه أبدا، واللاعب كان سعيد جدا ولا يمكنه رفض هذا العرض، واللاعب راضي جدا وهو رضاء كامل منا جميعا. كنت بتكلم قبل ما اطلع معاك هوا على اللجنه الاعلاميه للنادي الاهلي، الطريقه اللي قدموا بيها الضوي وحديث علي معلول معاه. Yes, I saw that. It's a fantastic. صحيح، انا شاهدت هذا الاعلان القصير من المركز الاعلامي للنادي الاهلي، اعلان جميل جدا وانا تاثرت به، والفكره رائعه جدا. اما علي معلول فهو ايقونه هنا في مصر على ما اعتقد، وأيضا هو أيقونة في تونس، وأنا كمشجع كروي أنا أحب علي معلول، وبالتأكيد أنا أتشرف أنا والضوي أن نكون على صلة بها مثل هذا اللاعب. لما بعد عينيك مثلا على أوروبا بعد كده للاعب، أو طموحاته أن يكون في عنده مرحلة جاية كده؟ I think you know we just start the adventure with Ali. نحن على وشك بدء مغامرتنا مع الأهلي، وأنهى لتوه التوقيع، وهو الآن مركز جدا مع النادي ويريد أن يرضي النادي ويريد أن يكون نجم هنا ويكون ناجح، والأهلي هو الأولوية.
قبل ما اتكلم على ما قاله عن الضاوي عن الاهلي وعن طريقه اداره العمليه التفاوضيه، عايز اتوقف عند الوكيل نفسه، لان الوكيل نفسه بيدي لك اشاره. ده وكيل اوروبي مارك مش عارف ايه شكله كده، بيقول انجليزي حاجه يعني، شون مارك، اه فجون مارك. معنى ان في وكيل اعمال اجنبي بيتابع لاعب ناشئ انه شاف اللاعب ده حاجه مبدئيا يعني. معنى ان وكيل الاعمال مرحب جدا كما راينا في تصريحاته وسعيد جدا ان لما تيجي عروض من النادي الاهلي ولو نافسها عروض من اوروبا الاولويه للنادي الاهلي. هو يدرك قيمه النادي الاهلي ويدرك ما يمكن ان يضيفه الى اللاعب. وحتى لما سئل طيب انت عينك على اوروبا بعد كده، ما قالش طبعا دي محطه ننتقل، قال لك الاولويه للاهلي عليه ان يرضي جماهير الاهلي، هذه اولوياته. ثلاث حاجات توضح لك من كلام الراجل اقتناعه بهذا اللعب واقتناعه بالنادي الاهلي. انما الضاوي نفسه لازم هنعرف هو صفقه عامله ازاي. هنجيب ايه بقى؟ نشوف مكرم التونسي. اه اه هيقول لك بقى عن اللعيب نفسه. نشوف. ما تصورش ان الاهلي يفكر في لاعب يا مكرم من غير ما يعرف انه اللاعب هذا مش يكون عنده مستقبل كبير في عالم كره القدم الافريقيه والعربيه، ولما لا العالميه اذا فما مكتوب. خساره خساره، لكن ساعات ظروف تحكم عليك مش تاخذ قرارات موجعه توجعك. اليوم بالنسبه لي يعني كريستو مازال ما اعطاها شيء للنجم الساحلي، لكن قيمه ثابته، قيمة ثابتة، وخاصة ما عمره 19 سنة. اليوم الأهلي المصري كي ياخذ كريستو، وخاصة أنه هو براسك كل عام يلعب في كؤوس الإفريقية، ينجم يسوق لبرا برشا فلوس. أنا مش خاسرة، بدفع فيه مش خاسرة. لاعب صغير عنده إمكانيات رهيبة، شفنا في أي وقت ينجم يحدث الفارق. لاعب منتخب وطني، يلعب تيتولير في النجم الساحلي، أو من غير عنده عام عمل كونترا. برشا عباد متغشى قالوا كيفاش كريستو يخرج، لكن هذيك الكره يعني هو تحدث النادي الاهلي مش حابب يختار لعيب والسلام، لكن هو نفسه رايه ايه بقى؟ يعني بيقول لك الاهلي يدرك قيمه هذا اللاعب وانه هيكون مكسب، ولكن هو نفسه بيقول ايه؟ بداها خساره انه ساب تونس وساب النجم الساحلي. النجم لسه ملحقش يستفيد منه بالشكل الواجب. وقال كمان ان عنده طبعا قيمته فيه، يعني عنده 19 سنه ولكن قيمته فيه. وانه النادي الاهلي بيلعب بطولات افريقيه كثيره، فمهما دفع فيه هيعرف يسوق ويكسب فيه. لانه لاعب اي فلوس تدفعها فيه عندهم مش خساره فيه، عنده امكانيات رهيبه، شفنا في اي وقت يحدث الفارق. ما كناش نتمنى ان كريستو يخرج من النجم، ولكن هي دي الكوره، ما زال يتحسر على خروج النجم من تونس ومن النجم الساحلي هذا اللاعب الضوء، ولكنه يرى ان الاهلي سيضيف اليه، هيحطه في معرض اكبر، وان اي مبلغ اتدفع فيه مش خساره فيه. دي بعض الاراء اللي ممكن تشعر. طب وبمناسبه المبلغ، هو صفقته سوت المتاخرات اللي على النجم في موضوع كولوبالي؟ انت في عارف انت كان في انت داخل وكان الامر يموت. انت جدولت خدت 450,000 وباقي حوالي 900,000 او 950,000. فانت كان ذكاء انك تعمل صفقه، وهو قال لك لو النجم الساحلي كان انتظر قليلا هيسوقه بضعف هذا المبلغ. يعني من ضمن كلامه، احنا كل ده بنقوله ليه؟ عشان ندي اللاعب من وجهه نظر التوانسه حقه. احنا عايزين بقى من وجهه نظرنا احنا نشوفه في الملعب، ومن وجهه نظره هو كلاعب يريد ان يثبت وجوده، عليه مسؤوليه وعليه مسؤوليه تنافسيه وعمل جد والتزام، وان يتاسى ب يعني علي معلول عشان يعرف طريق النجاح. وكويس ان علي مؤكد هيبقى جنبه ويزديله النصح، ولكن ما تيجي نشوف ده الراي التونسي. الراي المصري بقى للصديق العزيز خالد بيومي،
مقالته في الجمهورية خارج السرب قال: لم أتعود الحديث عن صفقة قادمة إلى نادي، وخاصة عندما لا أكون متابعا جيدا لها، وانطباعي يأتي من خلال مشاهدة اللاعب في عدة مباريات سواء مع ناديه أو منتخب، ولكن بالسؤال عن الموهبة القادمة للنادي الأهلي ومن خلال حديثي مع نجم تونس السابق والنجم الساحلي زبير بيا وهو من أشد المقتنعين بمحمد الضو كريستو، أكد لي أن كريستو سيكون أحد أهم نجوم تونس مستقبلا لما يمتلكه من شخصية وإمكانات فنية هائلة، والأهم هي الأخلاق داخل وخارج الملعب، ما يعني أن الدوري ينتظره موهبة جديدة، وكل ما يحتاجه الضو هو الصبر ودعم جماهير الأهلي. بيقول خالد بيومي: زبير بيا قال لي إن كريستو لا يجيد اللعب بكلتا الخدمين. نعم، إن كريستو لاعب يجيد اللعب بكلتا الخدمين. نعم، يحتاجه الأهلي، وهو يحتاج ثقة الجماهير الأهلوية في البداية. طيب، زبير بيا ده واحد من أساطير الكرة التونسية. ولاعب دولي، وكان في وقت من الأوقات كنا نتمنى إنه يجي النادي الأهلي. ولكن كلامه أن هو بيقول أنا من أشد المقتنعين به، وكان بيتكلم في حديث بينه وبين خالد بيومي، لا تصريح يعني في وسيلة ولا بتاع، عشان نقول أنه هو كان يعني متحفظ أو دبلوماسي. لما بيعدد صفاته يلفت نظرك أن هو كلاعب بقى شدد على ثلاث حاجات: عنده موهبة جامدة، بيجيد اللعب بالقدمين، ولكن شخصيته كويسة كرويا، وأهم حاجة بقى ودي تهمنا جميعا يا جماعة هي الأخلاق داخل وخارج الملعب، مما يعني أن الدوري المصري ده بقى كلام بيستكمل خالد بيومي ينتظره موهبة، ولكن كل اللي محتاجه. وهنا بقى يأتي دورنا احنا يا جماعة والنبي، احنا مش بنعلي التوقعات، احنا مش عايزين ناخد الكلام ده عشان نعلي بيه التوقعات، ولكن عن نعلي بيه أملنا، ان بالصبر والمؤازرة مش عايزين والنبي ننظر على اللاعب بدري لأنه مش محتاج انا اختلف على كل ما نجيب حد لازم يختلف عليه. النهاردة كل الناس طلعت تقول لك أزارو أهم فيرود دخل النادي الأهلي بعد فلافيو حتى اليوم. طب أزارو كان يلقى إيه من الجماهير ومن المحللين؟ يجيب بول يقول له ضيع ثلاثة، يجيب اثنين يقول لك ضيع مش عارف كام. كان لاعب يعطيك أملا في أي لحظة أن يحرز هدفا، وعدد الأهداف مرعب اللي جابه بالأسيست بضربات الجزاء اللي تسبب فيها، ولكن ضغط عليه فلم يستكمل مشواره. احنا دورنا ندي الامل، مش كل واحد يفصل مهاره عايز يشوفها في اللاعب ويحاسبه عليها. اللاعب بانتاجه في النهايه مع زمايله والتزامه وتاثيره الايجابي على الملعب بهدف باسيست بانه يشكل ضغط بانه بيأدي دوره التكتيكي مع المدرب كويس، ده المدربين بتحاسب كده. خلينا احنا نستمتع بالفرقه، ما نقعدش باستمرار نضغط على الناس اللي بتشتغل. ده كلام مهم جدا. طيب، استكمالا لاداء الاهلي وصفقاته، الصفقه اللي الاهلي جابها ايضا يمكن كانت في الدوري الجزائري كان المالي أليو ديانج. أليو ديانج بمزيد من الدعم ومزيد من الثقه، شفنا حتى لما بيحصل له دروب شويه في بعض الفترات الحقيقه عنده رصيد هايل عند الجماهير، وهو عنده دوافعه هو كنموذج وكشخصيه ما شاء الله عليه. عشان كده المباراه الاخيره للاهلي كان فيها الحقيقه أليو ديانج مش بس رجل المباراه، ده واحد من اللي حازوا على اراء كل المحللين. سجل هدف مارادوني جدا، نشوفه ونشوف وصف الاستاذ حسن المستكاوي ليه. ديانج عمل جون مارادوني شويه بالقوه أصبع. بس بالقوه، بس بعد 16 تمريره صح. الاهلي عمل تمريرات من اول 18 بتاعته لغايه ما وديانج بقى لو تراقبه
تشوفه بيتحرك من ملعبه الى ملعب نص ملعب التاني، الملعب التاني، الملعب نص ملعب التاني، لغايه ما استلم الكوره وخد القرار انه يرقص. وكله وده مش قرار يعني نهائي انه هرقص اربعه، لا لا، ده كل واحد بقرار. ايوه واحد، لان حتى مارادونا، مارادونا ما قالش انا هجيب جون من نص الملعب لا لا ترى. لا هي مشيت فكل مره واحد بياخد قرار ويروح يسجل يعني اهو، واحد اثنين ثلاثة أربعة. وكان هو اختراق كمان، اختراق منه للخطوط، كسر الثلاث خطوط، قوة بدنية وجسدية وسرعة وفي في قطر داخل عليك حتى الديفنس يعني حل يا باشا امسك يا جدع مش قادر يعني. هو طبعا ده واحد من أهم الأهداف في الدوري، وهدف مارادوني كما يصفه الأستاذ حسن مستكاوي. الهدف هنشوفه من أوله، لأنه الأستاذ حسن عدهم 18 نقلة، استلمها في ملعبنا 18 نقلة، يعني مش هدف اعتباطي اهو. بص هو اللي بدأ الباص كمان، وبعدين موه وعدى 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 هوب جون. طب القرار، انا نفسي قلت لك فكرة ان القرار ايه، اتضح ان الراجل قال له انت ليه ما بتخترقش، طلع كولر قال كده. ففهمت ان هو جاله الفكره انه حاسس ان مدربه بيشجعه، انت عندك سرعات وعندك قوه ما تستفيد منها، صحيح. لما تلاقي مساحه اجري. لكن هو مش هيعملها كل مره، ليه؟ لانه لو الدفاع لازم يحتار انت هتعمل ايه. لو انت لو الدفاع عرف انك هتعمل كده كان هيحتاط. فهي المباغته والقرارات المتنوعه والمتغيرات، وعلى رايي ابراهيم فايق اوعى يا جدع. طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف اوعى يا جدع. ما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي بيدور على حقه بالحق. وانا اعتقد تطوير اداء منظومه التحكيم كان مطلب مهم جدا لمجلس اداره النادي الاهلي لاتحاد الكره عبر كل العصور، واخرها مطالبه الاهلي بتقنيه الفار اللي قدم بيها جواب مذكره للمجلس وقت ما كان رئيسه المهندس هاني ابو ريده. وقال النادي الاهلي انه لابد من العمل باستخدام التكنولوجيا الحديثه وما وصلت اليه الامور في الارتقاء بمستوى التحكيم. مجلس اداره اتحاد الكرة الحالي برئاسة الأستاذ جمال علام عمل خطوة الحقيقة سبق بيها كل اللي فاتوا، محدش عمل فكرة ان انت تجيب حد اجنبي مسؤول عن لجنة الحكام. وانا لما بقول حد اجنبي، الخبرة مختلفة، الكفاءة مختلفة، والاهم من كل ده انه مجرد، لانه احنا للأسف رئيس لجنة الحكام كان مستباح، وكان في اطراف كتيرة بتضغط عليه وبتوجهه وبتطالبه وبتهدده وبتتهمه وبتقدم له شكاوى وبتقدم له حاجات كتيره، ممكن يقول كلام. ما وشفنا احنا على مدار الفتره اللي فاتت كل الضغوطات اللي بتمارس على رئيس لجنه الحكام، وما تبعتليش فلان وانا مش عايز الحكم فلان الفلاني، كل ده كان بيمارس على رئيس لجنه الحكام، وتبرير الاخطاء بشكل غير منطقي، احتواء وبروتوكول، ويطلع رئيس اللجنه وتطبق هنا حاجه وتطبق في الماتش الثاني حاجه، يسمعك احتواء ويسمعك روح البروتوكول، وكانت حاجات كلها لارضاء حد بذاته او حد بعينه. الى ان ربنا هدى اتحاد الكوره والاستاذ جمال علام، عمل الخطوه اللي ما حدش عملها انه جابوا خبير اجنبي لاداره ورئاسه لجنه الحكام، مستر مارك كلاتنبرج الانجليزي. لكن ده مش عاجب الناس، والغريب جدا كابتن جمال عبد الحميد بيقول رأي هنمشيه. نشوف هيمشي، هيمشي واحنا هنمشيه، احنا كزملكاوي هنمشيه. ليه هيمشي؟ اولا الحكومه بقى ده بيكلف الدوله عمله صعبه اللي احنا مش لاقيينها دلوقتي، واللي احنا محتاجينها دلوقتي، علشان دي عمله صعبه، عمله صعبه تدفع لواحد قاعد بره عمال ياخد مننا فلوس. دول بس دول الطيبين، وهات اللي في جيبهم كلهم، مش احنا المصريين الطيبين. لازم اتحاد الكوره يتحاسب على الفلوس اللي بيدفعها العمله الصعبه، الراجل قاعد بره وكمان بيقول علينا طيبين، يعني هستغفلهم. كابتن جمال قلبه على العمله الصعبه قوي، في حين ان النادي بتاعه بيطالب بمدربين اجانب على حساب الاتحاد في جميع ماتشاته.
منتهى الحرص على توفير العمر الصعب. بحكام اجانب. اما هنمشيه هنمشيه غريبه. لا هو بيستند الى تجاربهم السابقه، هم بيتحكموا في مجال التحكيم. ها ما الفار، هاتوا الفار، ما هاتوش فار. حلو قوي اللي جبتوا الفار، طب تعالى يا فار. النهارده الفار لو ما حسبش حاجه يبقى الفار وحش. انما خلي بالك الفار مع التحكيم الاجنبي مع الخبير الاجنبي وضح امور جدا كتيره جدا جدا. التاريخ هو اللي هينصفها، هينصف في الفتره دي فيها. لان ما كان يحدث في السابق الله اعلم به. يعني هي فكره الكابتن جمال عبد الحميد احنا كزملكاويه هنمشيه هنمشيه، دي حاجه غريبه. ولو الفكره التعلل بالعمله الصعبه وانه اجنبي، طب هو نادي الزمالك زي بقيه الانديه ما عندهاش لعيبه اجانب؟ الاخرين يا استاذ ابراهيم ما فيش احداث تستدعي ما عندهوش لعيبه يعني. اجانب ما عندوش مدربين اجانب لمختلف الالعاب على رايك؟ ما بيطالبش بحكام اجانب وكمان على حساب الاتحاد؟ يعني ما كل ده حاصل بهذا الشكل، هل ده يعقل؟ ما علينا. بذكر بقى الشعبيه والكلام ده كله، الاستاذ عمرو اديب كان معاه مجموعه من فريق كورال روح الشرق بخفه دم. عمرو اديب حب يعرف كم واحد زملكاوي كعينه عشوائيه نشوفه. بعجباني حكايه رفع الايد دي، كم واحد اهلاوي؟ يا نهار ابيض. ما بلاش نقول كده. انت بتتكلموا جد؟ لا 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 بجد، كم واحد اهلاوي؟ حد صرف زملكاوي. طب كم واحد اهلاوي؟ برضو على غفله بقى، كم واحد زملكاوي؟ اتنين؟ مش هنيجي تاني. انت عايش ازاي مع كل الاهلاويه دول؟ ناس جميله، ناس جميله. اسمع انت زملكاوي. انا غيرت فكري يا طارق، مش عايزهم كل يوم. عبد الحميد لما قال يعني ما بتفكرش يا استاذ ابراهيم دي بجمال عبد الحميد نفسه بقى لما دخلت الفصل 40 واحد من اهلاوي وقف 38، طب مين زملكاوي وقف 2؟ 2 يعني المساله يعني مخلصه نفسها. بتتكلموا في ايه بس؟ طيب انا عمال اسال المهندس عادلي مين اللي جاي ومين اللي رايح؟ اديكم شايفين مش مديني ودن ابدا. كنت فاهم انه ده بيعمل بيتقل عليا انا بالكلام ده، اتضح انه بيتقل على البيت كمان، لانه المبدعة منة عدلي القيعي كانت في ضيافة أيضا عمرو أديب. عمرو سألها هو الباش مهندس ما قالكيش مين اللي هياخد الدوري؟ نشوف السؤال المهم اللي كل الناس مستنية إجابته في سنة 23. أيوه بابا قالك هتاخدوا الدوري ولا لا؟ والله بابا لو كان بيقول، بابا عمره ما بيقول حاجة، وأنت أكتر واحد عارفه. ما قالكيش، ما ميلش عليكي وقالك الأهلي هياخد الدوري السنة دي، والله خلاص الزمالك هيجيب التالتة. ولا أكلم لك أبو أحمد طارق يحيى يقول لك. أيوه هو بقى أحمد يقول. أنت معاك الفرقة كلها. لا ألف مبروك. المنتخب كله. ألف مبروك. طبعًا أنت ما بتقولش حاجة لا ليا ولا لمنة. ولا منا ولا محدش. ده انا محمد ابني بيزعل اللي الاخبار كلها بجيبها من بره. بس حسين حلمي بتقول له حاجه تانية. حسين حلمي اتوه كنت طالع اسكندريه اقول له بورسعيد يروح في النادي يبلغ النادي كله انه عدل بكاي راح بورسعيد. شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي دوما ان شاء الله. تصبحوا على خير.